جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز أن تدفع الزكاة بدل الفلوس أشياء أخرى كالبضاعة أيا كان نوعها؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في زكاة النقود أنها تدفع نقود، زكاة النقود تدفع نقودا، وزكاة المواشي تدفع من المواشي أو من قيمتها، وزكاة الحبوب والثمار تدفع من الحبوب والثمار أو من قيمتها إذا احتاج إلى ذلك. وأما أنه يدفع بدل النقود عروضا وبضائع من فقراء، فهذا اختار بعض العلماء أنه إذا كان أصلح للفقراء فإنه لا بأس بذلك، إذا كان دفع العروض بدل النقود أصلح للفقراء فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن أصلح فإنه لا يجزى.